مساء الخير أهلا وسهلا ببعضنا البعض بلقاءات يوم الثلاثاء يلي هي مثل ما الكل بيعرف مخصصة للكتاب المقدس والإيمان المسيحي بشكل عام أه نحن بهالفترة فترة الصوم المقدس أه أخذنا خط أه يتطابق مع الصوم حكينا عن مفهوم الصوم وبعدين حكينا آآ بلشنا بالكلمات الأخيرة ليسوع السبعة الأخيرة ليسوع كانت الثلاثة الماضي اليوم راح كمل الكلمات السبعة لأنه الثلاثة الماضي حكيت ثلاثة بقيان عنا أربعة راح نتوقف عليهم اليوم ومنشوف للثلاثة القادم شو ممكن يكون الموضوع تبعنا إذا عنوان لقائنا اليوم هو الكلمات السبعة الأخيرة لليسوع أو للمسيح رقم اثنين أو الجزء الثاني الكلمة الرابعة هي إلهي إلهي لماذا تركتني النص الإنجيلي بيقول لما كان الظهر خيم الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة وفي الساعة الثالثة صرخ يسوع صرخة شديدة قال ألوي ألوي لما شبقتني أو لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني الكلمات الثلاثة الأولى يلي حكينا عنه الثلاثة الماضي أظهرت لنا بيّنت لنا كيف أنه حتى بهاللحظة الأكثر ظلمة اظهروا لنا المغفره والسعاده وولاده الجماعه اذا بتتذكروا لكن هون بالتحديد بهاللحظه الحاسمه من تاملنا عن نحن امام كلمات انقباض بامتياز انقباض صافي ان صح التعبير اللي عم نسمعه هون هو صرخه الم وصرخه وحده او عزله فهل هذا سؤال بلا اجابه؟ هل هناك شيء ممكن لسه نضيفه بهذا الاتجاه؟ بوضعنا الحالي اللي نحن عم نعيشه بالبلد ممكن نختبر اوقات نخاف فيها انه الفراغ يبتلعنا تماما لما تبدو حياتنا بلا معنى لاننا لا نشعر بحضور الله وينك يا الله؟ ليش الله بيسمح بهالامور أن تصير؟ الى ما هنالك السلسله تعرفوها تماما. بمثل هالاوقات البراهين على وجود الله قليله الفائده والمساعده حتى منقول صفر. الكلمات ما بتقدر تعمل شيء. هالكلمات الرهيبه ليسوع الهي الهي لماذا تركتني؟ هي اقتباس من المزمور 22 يلي شخص ما بتلك الحقبة منذ قرون كثيرة عرف القلق الشديد بحياته وعبر عن هذا القلق بهالكلمات إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يسوع وهو على الصليب بيرجع بيستعمل إن صح التعبير هالكلمات وبياخدهم على عاتقه يعني صاروا كلماته عبروا عن الشيء اللي هو عم بيعيشه عن هالالم وعن هالوحده اللي كان موجود فيها بهاللحظه على الصليب يختبر يختبر الانقباض عفوا يختبر الانقباض الجديد عذرا يختبر الانقباض الشديد بشكل شخصي حتى يختبر غياب الله إلهي إلهي لماذا تركتني حتى اختبار غياب الله بطريقة ما مأخوذ في صميم حياة الله بما أنه هو واحد من الثالوث ونحن اليوم بعد أكثر من عشر سنوات لا نزال نكرر إلهي إلهي لماذا تركتني بطريقة غير مباشرة عندما نقول أين أنت يا الله؟ وينك يا الله؟ ليش تاركنا يا الله؟ ليش تخليت عنا يا الله؟ أثناء حدث تسونامي طلب مني أحكي عن الموضوع وحاول جاوب على السؤال أين كان الله بحدث تسونامي فكان جوابي حتما الله هو بين الضحايا كما كان بين اللصين على الصليب. اثناء الحرب العالميه الثانيه امام مشهد اعدام ثلاثه اشخاص بيسال احدهم احد الحضور اللي عم بيشوف مشهد الاعدام بيقول وين الله؟ واحد واقف ورا منه بيقول هو ذا على المشنقه. في بعض الاحيان يتعين علينا ان نكون مع اشخاص بيواجهوا الم ظاهريا بدون سبب الم عبثي ولا معنى له على الاطلاق لا بل قد نختبر بشكل شخصي مثل هذه الاوقات يمكن شخص من حبه بينصاب بالسرطان مقدم على الموت هو بأوج حياته او ممكن نفقد طفل صغير بحادث سيارة او حادث من اي نوع كان ممكن أنه حياتنا تبدو لنا فجأة مدمرة بشكل ميؤوس منه وبلا معنى قد يسألنا احدهم ليش طيب كيف ليش هذا الشيء عم بصير وينه الله هلأ قد نشعر بالرعب والخوف لما ما من الكلمات لنجاوب على هذا النوع من الأسئلة قد نشعر بالرعب والخوف لما من حالنا ما منعرف شو فينا نقول شو فينا نجاوب كل كلمات التقوى اللي ممكن تجي على ذهننا تصبح فارغة بشكل مخيف كل ما يمكن فعله هو أن نكون حاضرين ونؤمن أن الله موجود أيضا ممكن نختبر لحظات عبثية في حياتنا حيث لا وجود للسؤال لا لماذا ولا للكيف فمن المستحيل البحث عن جواب سريع لا بل قد يكون من الكفر إن صح التعبير اقتراح تفسير ما مثلا عادة بنقول هي حكمة ربنا انت قاعد بقلب ربنا يعني وبتعرف شو حكمه ربنا لحتى بهالبساطه تلزقنا جواب من هذا القبيل يعني اكرر كل ما يمكننا القبول القيام به بهالحاله هو الايمان ان نؤمن بان الله حاضر حتى ولو ما بنعرف كيف ما بنقدر نوصف هذا الحضور او نعبر عنه بطريقه او باخرى الكلمة الخامسة: أنا عطشان. النص الإنجيلي بيقول: بعد ذلك كان يسوع يعلم أن كل شيء قد انتهى، فلكي يتمّ الكتاب قال: أنا عطشان. ببداية إنجيل يوحنا مثل ما بتعرفوا الفصل الرابع يسوع يلتقي بالمرأة السامرية عند البئر. ويطلب منها أن تعطيه ماء ليشرب ببداية التاريخ وبنهايته بحسب إنجيل يوحنا يطلب يسوع منا أن نروي عطشه هكذا يأتي إلينا الله شخص عطشان وبيطلب منا شيء نقدم له فعلاقة الله بالخليقة هي بالكامل تحت علامة أو شعار العطاء الله بريد يكون صداق صديقنا والصداقة تتطلب المساواة وبالتالي الشخص اللي بيعطينا كل شيء بيقدم لنا صداقته بيطلب منا أن نعطيه شيئا بالمقابل بغض النظر عن هذا الشيء اللي نحن ممكن نقدم له هون في نقطة مهمة لا يكفي إن أن نعطي الفقراء ما هم بحاجة إليه لا بل من الضروري جدا السماح لهم بالعطاء للآخرين أيضا من كرامة أن لا نضعهم بموقف المتلقين فقط بل أن يشعروا بأنهم قادرون بدورهم على العطاء ولو كان شيء بسيط جدا ورمزي البعض منكم بيعرف انه انا كل يوم اربعة الصبح بحط جملة للتأمل على صفحتي على الفيسبوك من شي اسبوعين حطيت هي الجملة وما كنت عم فكر لسه بالكلمات السبعة او يمكن بلشت تفكر الجملة بتقول لا يوجد احد فقير جدا بحيث لا يملك شيئا يعطيه ولا احد غني جدا بحيث لا يوجد شيء يستقبله لا يوجد احد فقير جدا بحيث لا يملك شيئا ليعطيه ولا احد غني جدا بحيث لا يوجد شيء يستقبله هكذا يتعامل الله معنا لكن قبل كل شيء ما يريده الله هو نحن نقطع السطر عادة بنعتقد انه كثير صعب انه نلاقي الله لان الله ياتي الينا قبل ان نلجا اليه عادة نعتقد انه من الصعب ان نلتقي بالله او ان نجد الله لازم نكون طالبين المغفرة ولازم نكون ناس صالحين وإلا فإنه سيديننا وهذا خطأ فادح لأن الله يأتي إلينا قبل أن نلجأ إليه فالله عطشان إلى محبتنا محبتنا رغبته فينا تمزقه من الداخل بالقرن الرابع عشر كتب جوليان نوروفيتش انسان صوفي بيقول هذا العطش وهذا الشوق الذي كان لديه لشجره الصليب الرغبه والحنين والعطش التي ارى انها كانت فيه منذ الازل يعيشهم وسوف يعيشهم حتى الوقت الذي ترفع فيه آخر روح مخلصة إلى غبطة الله نفسه ويتابع فيقول بقدر ما في الله صفة الرحمة والشفقة توجد فيه صفة العطش والرغبة تنبع خاصية الرغبة والعطش مثل الشفقة من صلاح الله المتن... اللامتناهي رغم ان هذه الرغبه العنيفه هذه الشفقه هن خاصيتين متميزتين الا ان اللطف الذي اراه هو النقطه المركزيه لهذا العطش الروحي فهو سيستمر في هذا العطش ما دمنا في حاجه اليه ويجذبنا الى سعادته انتهى الاستشهاد قد يبدو محرجا للغايه ان يعترف الانسان بانه يعتمد عاطفيا على شخص ما عندما لا تكون هناك معامله بالمثل يشعر بالسخافه والضعف عندما يحب شخصا اكثر مما يحبه الشخص الاخر لكن بمجرد ان يعترف بذلك فهو يخاطر بأن يتعرض للرفض وللإزلال ومع ذلك فالله هو هكذا معنا الله مأخوذ تماما بعطشه إلينا من أجل حبنا لذلك علينا لذلك عندما نجد أنفسنا أن نحب أكثر مما نحن محبوبين أنذاك علينا ان نكون في قمه السعاده لاننا نحن في وضع الله نفسه كما يقول احدهم انه لشرف الهي لك ان تكون محبوبا دائما اكثر من ان تحب يمكننا بعد ذلك ان نجرؤ على القول اذا كانت مشاركه الحب لا يمكن ان تكون عادله فليكن ما هو أكثر احتراقا فيني أنا وليس في الآخر أو مني أنا وليس من الآخر نحن أيضا عطشة بالعصور الوسطى صوروا المصلوب وهو عم بيدوس على العنب ليصنع النبيذ الذي يروي عطشنا تماما كما في قان الجليل حول الماء إلى خمر وجعل من دمه خمرا للحياه الابديه في السماء ربما ربما لا نعطش حقا الى الله ربما لسنا عطشا فعليا الى الله ربما لدينا القليل من العطش للاشياء العاديه البسيطه شويه مال شويه اصدقاء شويه نجاح بعملنا اذا كانت هي هي رغبتنا المتواضعه فهذا هو المكان المناسب هذا هو المكان بامتياز للبدء وللانطلاق من جديد. المراه السامرية المراه السامرية ارادت الماء فقط فذهبت للبحث عنه في البئر والنتيجه انها التقت بيسوع فإذا نحن كنا صادقين بشأن رغباتنا الصغيرة فستقودنا حتما إلى يسوع سوف نتعلم أن نتعطش للمزيد بل وسوف نتعلم العطش إلى الله العطشان إلينا كثير الناس بيعتقدوا أن الدين بيسمح لنا نتحكم فيما نريد وبالتالي من الخطوره ان نرغب وهذا امر مربك والدين يروض رغبتنا لكن هذا الكلام مشوه هذا الكلام غريب عن تقليد الكنيسه نفسها لاننا مدعوين لنعمق رغباتنا حتى نصل الى الجوع الخفي الذي يسكنها لتحرير الرغبه من خلال الاعتراف بهدفها النهائي فالعطش هو تجربه اساسيه كما يقول المزمور اللهم انت الهي اليك بكرت اليك ظمئت نفسي وطاقه جسدي كارض قاحله مجدبه لا ماء فيها الكلمه السادسه كان هناك اناء مملوء خلا فوضعوا اسفنجه مبتله بالخل على ساق زفا وادنوها من فمه فلما تناول يسوع الخل قال تم كل شيء ثم حنى راسه واسلم الروح لقد تم صرخه يسوع لا تعني فقط ان الامر انتهى وانه سيموت انها صرخة انتصار خلافا لما تعتقدون. هذه الصرخة تعني تم ذلك بمعنى الاتمام، أتى ليتمم الكتب، لم يأتي لينقض بل ليتمم هنا على الصليب، تمم الكتب تماما وبالتالي ما يقوله حرفيا انه كل شيء قد اصبح كاملا. قبل أن يغسل أقدام تلاميذه مباشرة يخبرنا يوحنا بأن يسوع قد أحب خاصته الذين في العالم فبلغ به الحب لهم إلى أقصى حدوده أي إلى حد الكمال على الصليب نحن شهود لكمال الحب أتمنى أن نكون قد حلمنا جميعا بالحب الكامل لما كنا أولاد لما كنا شباب صغار نقع في الحب وأحيانا نشعر أنه ما في حدا بالدنيا محبوب مثل ما نحن محبوبين لما الناس بتتزوج عادة ما يكونوا أكثر نضجا لكنهم في الغالب لا يزالون يحلمون بالحب الكامل بيقدروا يقولوا اللي بالدنيا لكن بيعتقدوا بكثير من الأحيان أنه هن إن لسه في بداية مشوار سعادة لا يمكن أن تنتهي أبدا مع الأسف سرعان ما يكتشفون أن هذا الحب ليس كاملا هذا الحب ما حولهم ما غيرهم وبيلاقوا نفسهم كما كانوا أنانيين متمحورين حول حالهم لم يتغير شيء إضافة إلى أن قد تجد أن, أن الأشخاص الذين نحبهم أو تحبهم ليسوا رائعين أيضا هن كمان أنانيين جدا هن عندهم عادات مزعجة وغريبة عجيبة إلى آخره فيطرح السؤال هل كان حلمنا بالحب الكامل مجرد وهم؟ هل سنصبح متشائمين؟ هل كلمات السبع ليسوع تدعونا الى مواصله السعي باتجاه كمال الحب سنصل الى هذا الامتلاء لكن بنهايه المطاف بالنهايه النهائيه بالواقع كل كلمه من كلمات يسوع السبعه هي خطوه في تعميق الطريق الذي يعبر بنا أو يعبر بها عن محبته لنا اغفر لهم فهم لا يعلمون ماذا يفعلون بها العبارة يسوع يخاطب أباه السماوي اليوم ستكون معي في الفردوس إنه تعبير عن حب شخصي أكثر يسوع يتوجه إلينا لكن من فوق كالملك هذه امك هو ذا ابنك. تشكل هالكلمات خطوه اخرى نحو العلاقه الحميمه. لم يعد يسوع يكلمنا كملك انما كاخ. الهي الهي لماذا تركتني انها الان علاقه حميمه لدرجه يخترق ارواحنا وياخذ على عاتقه كل انقباضاتنا ولكي يتم التعبير عن كمال الحب يقول انا عطشان ملء الحب عندما يطلب منا يسوع شيئا ويقبله بامتنان الان قد تم حبه الجنود اعطوا ليسوع ما عندهم نبيذ قديم خل ربما كان طعمه سيئا حتما كان سيئا لكن اعطوه مما كانوا يشربوه ويشاركون به هن الجنود نفسهم ما كان عندهم الامكانيه يشتروا خمر جيد ويسوع يقبل ما لديهم ليعطوه اياه دائما بإيجيل يوحنا بالفصل السادس إذا بتتذكروا قبل أن يطعم الجموع الخمسة آلاف زلمة يسوع بيسأل تلاميذه شو عندكم لتعطوني إياه فقالوا له خمس ترخفة وسمكتين شو خمس ترخفة وسمكتين شي بسيط تافه هذا كل ما لديهم وبالتالي هذا كافي في مواجهة عالمنا الجائع والملايين من الناس الجائعة قد نشعر أنه ما عنا إلا شيء بسيط جدا يمكن منخجل نقدمه لكن كونوا على ثقة أنه إذا قدمنا ما لدينا فسيكون ذلك كافيا كمال الحب هو عندما نقبل العطية التي يعطينا إياها الآخر كما هو قد لا يكون بالضبط ما حلمنا به لكن إذا استطعنا قبول هذه العطية بامتنان يكون حبنا على طريق الكمال. الحب الكامل ممكن ونراه على الصليب. إذا بدأنا نحب آنذاك حب الله الكامل يمكنه أن يأتي ويقيم في حبنا الهش والغير الكافي. الإنجيل بيقول: كانت الساعه نحو الظهر فخيم الظلام على الارض كلها حتى الثالثه لان الشمس قد احتجبت وانشق حجاب المقدس من الوسط فصاح يسوع باعلى صوته يا ابت بين يديك استودع روحي قال هذا ولفظ الروح الكلمات الاولى والاخيره من الكلمات السبعه موجهه الى الاب والرابعه وهي اللحظه الحاسمه هي ايضا موجهه للاب لكن في غياب الله الظاهري الهي الهي لماذا تركتني بهالأثناء خاطبنا يسوع بطريقه اكثر فاكثر حميميه كملك اولا ثم كاخ ومتسولا الان يعيد كل شيء الى ابيه السماوي. يعني يسلمنا جميعا بمخاوفنا وامالنا وطموحاتنا الى الاب. انها قمه الثقه. نحن نعيش اليوم في زمن القلق العميق. نخشى الامراض، نخشى الاوبئه. نخاف على اطفالنا. نخاف من المستقبل، نخاف من الفشل، واخيرا نخاف من الموت الذي بدا اليوم يدق ابواب بيوتنا. نحن نشهد اليوم انهيار في الثقه وانعدام الامن لدينا عميق وعميق جدا. ومع ذلك فاننا نتمتع بحمايه افضل واكثر امانا بكثير. مما كانت عليه الاجيال السابقه هون عذرا انا عم بحكي قبل العشر سنوات الماضيه قبل الحرب عنا دواء اكثر كفاءه وسائل نقص نقل اكثر امانا محميين بشكل افضل من المناخ ولدينا ضمان اجتماعي افضل ومع ذلك كنا خائفين نحن مدعوين الا نخاف لان يسوع سلمنا الى الاب. اعتقد ان هذا الخوف المستمر باعماقنا ياتي من حقيقه اننا نتظاهر بالسيطره على كل شيء، بالتحكم في كل شيء. نحن قادرون على التحكم في اشياء كثيره خصوبه، ولاده، عديد من الامراض اصبحت قابله للشفاء. اليوم صار في طعم للا للا لوباء الكورونا نحن نتحكم في قوى الطبيعه نحفر الارض ونعدل مجرى الانهار لكن السيطره ليست مثاليه ابدا نحن نعي بشكل متزايد ان كوكبنا بمجمله قد يكون على وشك الكارثه مع ذوبان القطب الجنوبي قربنا من الخط الاحمر. نحن نعيش في عالم يعيش في هروب دائم الى الامام. وفوق كل شيء نخشى الموت يلي سيكشف افتقارنا المطلق للسيطره. احد الاصدقاء كان كاتب يافطه بغرفته كاتب عليها لا تقلق قد لا يحدث هذا. إجا صديق له له بدالة واحدة ثانية لا تقلق حتما سوف يحدث ذلك لكن هذه ليست نهاية العالم لن تكون نهاية العالم لأن العالم قد انتهى بالفعل عندما مات يسوع أظلمت الشمس والقمر انفتحت القبور وخرج الموتى هذه نهاية نهاية العالم التي يتحدث عنها الأنبياء لقد حدث الأسوأ بالفعل انهار العالم وبعد ذلك كان هناك الفصح وفجر القيامة خذوا شوية وقت فكروا شو الشيء اللي بيخوفكم أكثر هل هو عار الذل العلني هل هي الوحدة هل هو الموت المؤلم هل هو الموت المفاجئ لمن تحبونهم يمكننا اتخاذ الاف الاحتياطات لتجنب هذه الكوارث يمكننا ان نعيش حياه صحيه وممارسه الرياضه وعدم ركوب الطائره مطلقا استشاره الطبيب بانتظام والامتناع عن الكحول والتدخين لكن ما يخيفنا أكثر قد تم قد حدث ويسوع يدعونا إلى عدم الخوف بعد الآن كل ما يخيف يخيفنا حدث له يوم الجمعة العظيمة اليوم الذي انتهى فيه هذا العالم القديم بدأ عالما جديدا رواية ثانية للخلق بتقولنا في اليوم السابع أنهى الله كل العمل الذي قام به واستراح من كل عمله الذي عمله رجال الدين اليهودي اندهشوا من ان الله انتهى من العمل في اليوم السابع لكن لكن لم يقال لنا ماذا فعل في هذا اليوم السابع فخلصوا للقول بانه استراح في اليوم السابع خلق الله راحه البال والسكينه والسلام والراحه فالراحه هي غايه الخلق وتحقيقه هكذا تكلم يسوع بكلماته السبع التي ادت الى الخليقه الجديده في احد الفصح ثم يستريح يستريح على الصليب خلقنا الله لنشارك في هذه الراحة حتى يستريح الله فينا نحن مخلوقين للراحة في الله والله يستريح فينا هذه الراحة ما هي غياب للنشاط هي العودة إلى البيت انصح التعبير إلى المنزل كما يقول بإنجيل يوحنا إذا أحبني أحد حفظ كلامي فأحبه أبي وناتي إليه فنجعل لنا عنده مقاما. قديس أمبروسيوس يقول يرى في يسوع مستريحا على الصليب إتمام راحة الله في اليوم السابع من الخليقة. من الآن فصاعدا يستريح الله فينا بعد تعب الآلام. في تعليقه على الأيام الستة للخلق يتابع القديس امبروسيوس ويقول انتهى اليوم السابع طه الله من عمله من عمل العالم كله الان نصمت لان الله يستريح من كل الاعمال التي قام بها في العالم يستريح في اعماق الانسان يستريح في ذهن الانسان وفي مخطط الانسان لانه جعل الانسان قادرا على العقل جعله مقلدا له باحثا عن الفضيله حريصا على النعمه في هذا كله يجد الله راحته هو الذي يقول بالمزمور باشعيا النبي اني انظر الى المسكين والمنسحق الروح المرتعد من كلامي لذلك نشكر الله الذي اتم عمله حتى يستريح فيه النص يقول: بأنه قد صنع الأرض، لكنني لا أقرأ أنه استراح، صنع الشمس والقمر والنجوم، لكنني لا أقرأ هنا أنه استراح، لكني قرأت أنه صنع الإنسان ثم استراح، لأن لديه من يغفر له، أو ربما كان سر آلام الرب الآتي قد ظهر بالفعل. حيث تم الكشف عن أن المسيح سيستريح في الإنسان الذي استبق راحة الموت لفداء البشر، كما قال هو نفسه: أضجع أنا وأنام وأستيقظ لأن الله يسندني. المزمور ثلاثة، بالحقيقة استراح صانع كل شيء له الكرامة والمجد إلى أبد الآبدين. امين شكرا لاصغائكم شكرا لمتابعتكم وبالطبع انا بانتظار اسئلتكم سؤال من منال منار أه هل يغفر الله عندما يدري الناس ماذا يفعلون؟ هل ممكن توضيح فكره عدم المغفره بسبب التجديف على الروح القدس؟ الحقيقه رح جاوبك طبعا يعني بس انه هذا كان سؤال الثلاثه الماضيه. الله يغفر نقطع السطر بغض النظر الناس بيدروا ولا ما بيدروا. لكن المهم ولتكون لهذه المغفره من فعاليه لازم استقبلها بحياتي فعليا لحنا شو مشكلتنا اليوم ما بقى حدا يعترف بس يعني اللي بيعترفوا بيقولوا بنعترف يا اخي بنطلع من الاعتراف بنرجع لنقطة الصفر اي طبعا لانه اعترافك ما حقيقي ما ننابع نابع من شعورك بالذل امام هذا الحب الهائل اللي عم بيقدم لك يا الله ما في توبة حقيقية فالمغفرة ما سحر ولانا محايه المغفره معطاه لنا دائما قبل ان نخطئ حتى لكن المهم ان نستقبلها تجديف على الروح القدس يعني بكل بساطه ان نيأس من مغفره الله لنا فبالتالي مو الله ما رح يغفر لي خطيئه التجديف لانه لما انا بيأس من انه الله يغفر لي معناتها لن استقبل مغفره الله بحياتي مو الله ما بده يغفر لي ما هو الخلاص هل هو خلاصنا من مخاوفنا وعزلتنا وحقدنا والاكتئاب كل المشاعر السلبيه التي تقيدنا ونتحرر لنتوجه نحو الحياه والعطاء والفرح يعني هدول جزء من الخلاص اكيد يعني هلا موضوع الخلاص بد بعتقد حكيت عنه لما حللت روايات الخلق لكن رح ارجع له يوما ما اكيد يعني اكيد الخلاص اكبر من هيك يعني هدول اكيد اذا انا خلصت فهدول اكيد مفترض ما ي... ما ينوجدوا ومفترض اني مثل ما تفضلتي قلتي انه نتوجه باتجاه الاخر والله والحب الكامل وكل هدول بس بده موضوع كامل يعني هذا الجواب أكيد غير كافي يعني مساء الخير أبونا بسام لماذا قالها المسيح على الصليب؟ شو هي اللي قالها على الصليب؟ كلمة معينة ولا السبعة؟ إذا السبعة لأنه هذا اللي عاشه على الصليب حتى لو وحدة هذا اللي عاشه على الصليب على الصليب كان معه للصين وعلى الصليب طلب المغفرة لصالبيه لأنه هن اللي صلبوه وهكذا دوليك يعني عم بيعبر هي الخبرة اللي عاشها على الصليب اللي بتلخص لنا كل حياته كل خبرته وكذلك الأمر أكيد حياتنا وخبرتنا ابن الله أين الله ابن الله وبعد ليلة العشاء السري يعني سؤالك يا بسام ما واضح ابنه لماذا قالها المسيح على الصليب ثلاث علامات استفهام بعدين ابن الله بعدين وبعد ليلة العشاء الأخير السري اصنعوا هذا لذكري كان يعرف تماما ما ينتظره ويعرف بأن يهوذا سيسلمه وكما قلت جاء ليتمم ما كان على الصليب لماذا قالها ماذا كان سيحدث لو ان الله الاب استجاب له وانقذه ما معنى الدين المسيحي بدون الصلب والموت والقيامه افهم اسقاط الكلمه الرابعه على حياتنا نحن البشر الان ولكن لم اجد تبرير ولا افهم لماذا قالها المسيح وهو يعرف مسبقا ما كان سيحدث اغلب الكهنه يبررونها على انه انه قالها وهو بطبيعته الانسانيه هذا التبرير يخفف من قيمه الحدث الصلب يا صديقي ما بعرف اذا انت تابعتني ثلاثه الماضي ولا لا يعني انا ما بقدر ارجع راجع كل اللي حكيته الثلاثه الماضي اللي بقدر لك يا انه هو بيعرف طبيعي انه بيعرف انه هن بدهم بدهم يسلموه وبيعرف انه يهوذا بده يخونه بس ما معناتها اول شيء واهم شيء تعرفوا انه ما معناتها هو جاي ينفذ برنامج مسبق الصنع هذا من الطبيعي لما هو بيخترق مفهوم للشريعه بيقضي عليه لمفهوم للشريعه شو بدك يا هون يعملوا اكيد بدهم يطالبوا بقتله هذا طبيعي جدا ما 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 ما, ما بدها نبوءة ما بدها يكون ابن الله لا يعرف هذا الشيء يعني فهي شغلة كتير بسيطة هلأ نجي نقول انه كونه بصفته انسان هذا الكلام ما مقبول من مين ما كان يكون لانه هذا الكلام اذا انا بقول مات على الصليب كانسان وحول الماء الى خمر كاله معتقنا عم بنسف سر التجسد عن بكرة ابيه فهذا الكلام غير مقبول نهائيا هلا ليش قالوا لهذا الكلام اصنعوا هذا لذكري هذا الاصدق ما يعني سؤالك ما انه كثير مفهوم من جهه بتقول ليش قال على الصليب بعدين ترجع بتقول انه ليش قال هو بيعرف انه هيك بده يصير فيه يعني على كل اللي اقول لك انه هو قال هذا الكلام على الصليب ما قاله على الصليب قال الخبره اللي هو عايشها على الصليب خميس الاسرار او العشاء الاخير هو سلم ذاته لانه بيعرف بدهم يسلموا لكن هو استبقهم مشان هيك بيقول بالفصل عشرة بانجيل يوحنا حياتي ما من احد يسلبها مني لي ان ابذلها ولي ان انالها برضاي فبالتالي هو سلم حاله قبل ما يقبض عليه لأنهم لا يستطيعون القبض عليه إن صح التعبير هذا اللي بقدر اقول لك يا بس اذا ما اكتفيت بس يا ريت تكتب لي السؤال بلغه اوضح من اللي مكتوبه فيها هلا الرجاء توضيح الفكره ناهد يلي قلتها حسب ما معنا بالاستشهاد ليش انا بكون محظوظ اذا كنت محبوب ولو اكثر من اني حب إيه لانه انا بكون مع الله يعني بكون انا دمجت خبرتي بخبره الله الله بيحبنا اكثر ما نحن بنحبه شان هيك بالاستشهاد بيقول بعدين انه اذا كانت ع... علاقه الحب ما عادله فليكن الجزء المحترق او العم بيحترق مني انا لانه بهذه الطريقه انا اتحد مع الله أت... بوحد خبرتي مع خبره الله هذا هو المعنى طبعا هل يمكن للالام العبثيه والتي لا معنى لها بحياتنا قد ندرك في يوم من الايام معناها والقصد منها سؤال من فاديا ممكن وممكن لا ممكن وممكن لا ما بنعرف بعتقد لحتى ندرك معناها إن كان لها معنى هي ما لها معنى طالما عم بتقولي آلام عبثية فهي لا معنى لها نحن من نعطيها المعنى عندما نعيشها باتحاد مع الله عندما نعيشها باتحاد مع كل المتألمين المسيحيين بيرددوا عبارة لما بيكونوا عم بيتألموا أو ضايعين اللي بدك يا مع آلامك يا مسيح شو يعني ما آلامك يا مسيح المسيح أخ... الله ما خلقنا للألم لكن مع آلامك يا مسيح أو يا يسوع هذا بتعني إنه لما أنا أعيش آلامي متضامناً مع كل المتألمين على الكرة الأرضية إن صح التعبير فأنا هون كمان بكون عم وحد خبرتي مع خبرة الله وقت آلامي بكون إلى معنى لأنها آلام تضامن أخوة محبة مع كل المتألمين هذا اللي عاشوا يسوع اثناء حياته وبالذروه اكيد على الصليب. زينه ماذا تقصد بقولك المسيح استراح على الصليب؟ هل انه انهى مسيره الحب للبشر؟ لا بس استراحه الصليب يعني هو يعني من الان فصاعدا يستريح فينا، هذا اللي قلته بحديث الله يستريح فينا ونحن مدعوين ان نستريح في الله. في تسونامي الله موجود بين الضحايا كما هو موجود بين اللصين على الصليب، هل تعني التسلح بالايمان؟ اي اكيد بس الاهم هي القصه مو قصه نتسلح بالايمان، قصه نفهم انه الله لن يكون الى جانب الطغاة، الله لن يكون الى جانب الانتقام، الله دائما هو متضامن مع الضحايا هي الفكره هي الفكره بكل بساطه اكيد هذا يتطلب منا ايمان والا الفكره هيك انسانيا لحالها مرفوضه مع انه انسانيا اذا بنحللها بالعمق بنوصل لنفس النتيجه بس الوقت هلا ما بيسمح لي لكن اكيد هذا بيتطلب ان نتسلح بالايمان لانه اذا ما عندي ايمان ما بقدر اقبل انه الله يكون بين الضحايا مساء الخير رامي لو المسيح رفض الصليب بما ان قراره حر بقبول الصليب ماذا كان سيفعل الله برايك؟ اي ما بعرف ماني ماني محل الله لكن لولا الصليب لولا الموت على الصليب طبعا كان ممكن يموت على غير شيء لانه هي كانت الاداه بذاك العصر حتى ما نفكر انه هو اختار بالتحديد الصليب لو لم يمت على الصليب لما كان الله حب وهذا قلت بروايات الخلق لو لم يمت المسيح على الصليب لما كان الله حب هلا ما ممكن يسوع يرفض الصليب ليش لانه كمان هي نقطه حكيت فيها الابن يحب الاب والاب يحب الابن لدرجه لا يمكن ان يرفض له شيئا انتبه نقطة حساسة قادر على الرفض لكن لا يستطيع أن يرفض نظرا لحبه المطلق للآب هذا اللي نحن منعيشه على مستوانا لما منقول فلان من الناس شو ما طلب مني مستحيل أرفض له لأنه له فضل علي لأنه بيحبني كتير لأنه 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 فكم بالأحرى العلاقة بين الابن والآب ضمن الثالوث أكيد لا يمكن أن يقول لا كمان رامي لماذا الكنيسة اختارت رسول بديل ليهوذا هل الكنيسة نبذته إذا نعم فأين الكنيسة من مثل الابن الضال لا يا رامي خبصتها ما هو انتحر الزلمة شو تعمل يعني إذا هو انتحر شو فينا تعمل الكنيسة بدها تختار بديل مو هي أقصته هو أقصى ذاته وراح شنق حاله شو فينا تعمل الكنيسة أبونا حكيت من قبل جملة إنه المسيح كشف حقيقته أو نفسه على الصليب ممكن شرح بسيط لهالفكرة الفكرة إيه ما دائما كان ليش كان المسيح يمنع الناس لما يشفيهم إنهم يروحوا يخبروا حتى ما تتشوه حقيقته ويتحول إلى ساحر أو إلى شافي لان مثل ما بيقول بولس الرسول نحن نبشر بمسيح مصلوب ايثارا لليهود وحماقه للوثنيين، هويته الحقيقيه لن تظهر الا على الصليب، يعني انه حب وليس الا حب. أي هي كارولين كيف ممكن نتغلب على مخاوفنا البشريه من المرض او المستقبل او موت احد المقربين لنا؟ هلا الك تتغلبي كليه كون عم بيعك كلام فاضي، لكن فيكي تتسلحي بالايمان، لما الايمان هو ثقه. لكن الاهم من كل هدول اذا انا ايماني حقيقي ماذا يعني؟ ايماني حقيقي يعني كل هدول المرض والبلاوي والمصائب لا شيء لا قيمه لهم امام ان اكون مع الله. وبالتالي لما بيكون الله هو أولوية أولوياتي أنا ذاك ما عاد يهمني لا الألام ولا المرض ولا 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 هلا هيدي الذروة فبالتالي بقدر ما بيكون الإيمان حقيقي بمعنى أن الأولوية حياتي هو الله تخف لدرجات هائلة هذه المخاوف وكل أشكال القلق عبير يا ريت ابونا تعطينا موضوع عن الخلاص المسيح خلصنا الخلاص من الخطيئة الاصلية الى اخره تكرم عينك بس مع انه حكيت عن الخطيئة الاصلية يعني بالاسرار امل لو سمحت بدنا اختيار الكنيسة بدل يهوذا ليكونوا اسنا شو رمزية الرقم رمزية الرقم يا اختي ما بدها محاضرة هي 12 اسباط اسرائيل لحتى يقلنا انه حل محل العهد القديم العهد الجديد هي هي ما توجعي راسك اكثر من هيك امجد ممكن نفهم الالام الشخصيه كتطهير وتنقيه للذات وصولا لاقصى قرب من الله قولا واحدا لا الا اذا انت بتعيشهم هيك لانه اذا بتاخذ جملتك هيك يا صديقي امجد هذا بيعني انه هاي الالام جاية من الله واكيد لا يمكن لا الله يبعث لنا الام الله خلقنا من اجل الحياة من اجل السعادة من اجل الفرح جئت ليكون فرحي فيكم ويكون فرحكم تاما اعتقد ما عاد في اسئلة شكرا جزيلا نلتقي الثلاثاء القادم لسه ما بعرف شو الموضوع مثل العادة بنخبركم فيه قبل بوقت شكرا وتصبحون على خير